سيقوم خبراء متخصصون بتحليل قطعة من حطام طائرة عثر عليها في جزيرة لا ريونيون في المحيط الهندي. وقال خبراء إنها من طائرة بوينغ 777 بالتأكيد بعد نقلها إلى فرنسا على أمل حل لغز طائرة الماليزية التي فقدت في 8 أذار مارس من عام 2014. وقالت الخطوط الجوية الماليزية إنه من المبكر جدا التكهن حول مصدر الحطام. في حدود 9 صباحا كنت أساول عملي، ذهبت بحثا عن قطعة حجر كنت بحاجة إليها في سحق بعض التوابل، فعثرت على حطام للطائرة. في أعلى المكان ذاته على مسافة 1 متر من القطعة التابعة للطائرة وجدت قارورة مكتوب عليها أندونيسيا جاكرتا، فنحن هنا في لا ريونيون، ليس لدينا منتوجات ولا أعرف أي منتوج أندونيسي في لا ريونيون. وستنقل هذه القطعة إلى المكتب المختص بالتحقيق والتحليل في الطيران المدني الفرنسي في تولوز جنوب غرب فرنسا لفحصها.